مكان الأردن، عشان كده جت منها عمان، من شعب اسمه عمون. شعب مواب وعمون ده كان جمهور كتير قوي، عدده أكبر بكتير من الجيش بتاع يهوشافاط. طب أعمل إيه؟ مفيش حل معايا. يقول كده: فصلى يهوشافاط وقال: يا إلهنا، أما تقضي عليهم؟ إنه ليس فينا قوة أمام هذا الجمهور الكثير الآتي علينا. إحنا ما عندناش بصراحة قوة ولا عدد ولا جيش يواجه الجمهور الضخم ده، ونحن لا نعلم ماذا نعمل، ولكن نحوك أعيننا. لا نعلم ماذا نعمل ولكن نحوك أعيننا. يبقى أعينهم فين؟ في السماء، رافعين عينهم فوق، ما عندهمش حل على الأرض. جيش ضخم جاي يحارب جيش صغير، وهم هيتهزموا، هيبدوهم. ما عندناش حل تاني، ولكن الحل الوحيد نحوك أعيننا. وفي اللحظة دي بيرسل الله رسالة على فم نبي اسمه يحزئيل بن زكريا، يقول لهم إيه بقى؟ لا تخافوا ولا ترتاعوا بسبب هذا الجمهور الكثير، لأن الحرب ليست لكم بل الله. طب وهيفوزوا ازاي في الحرب دي؟ في لما جيش أشور حاصر أورشليم، ربنا أرسل ملاكه وقضى على 185,000 من جيش أشور في ليلة واحدة، 185,000. طيب والحرب بتاعت يهوشافاط؟ تانية، ننظر نحو سماء ونقدم توبة. نقدم توبة زي الابن الضال قال إيه؟ فقال له الابن: يا أبي، أخطأت إلى السماء وقدامك، ولست مستحقا بعد أن أدعى لك ابنا، بل اجعلني كأحد أجراءك. الأب يمثل في المثل الله، والابن يمثل كل نفس بشرية ابتعدت عن الله وعاشت في الخطية. قال إيه؟ أخطأت إلى السماء وقدامك، ولست مستحقا بعد أن أدعى لك ابنا. إذن بيقدم التوبة لفين؟ للسماء. وده اللي قاله سليمان وهو بيدشن الهيكل في ملوك 8. ويا ريت يا ريت كلنا نقرا صلاة الملك سليمان أثناء تدشين الهيكل في ملوك 8، لأنها صلاة في جزء منها يقول إيه؟ فاسمع أنت من السماء مكان سكناك، واغفر واعمل واعطي كل إنسان حسب كل طرقه كما تعرف قلبه، لأنك أنت وحدك
قد عرفت قلوب كل بني البشر. يبقى أنا لما بقدم توبة برفع نظر للسماء وأقول يا رب إيه؟ توبني يا رب فأتوب زي ما قال أرميا النبي. وإحنا متأكدين إن السماء بتفرح بهذه التوبة زي ما الكتاب قال هكذا يكون فرح في السماء بخاطي واحد يتوب أكثر من 99 بارا لا يحتاجون إلى توبة. إذن النقطة الأولى بتقول نرفع ننظر نحو السماء ونطلب معونة، والنقطة الثانية بتقول ننظر نحو السماء ونقدم توبة، والنقطة الثالثة بتقول ننظر نحو السماء ونجهز لنا مكان هناك. ننظر نحو السماء ونجهز لنا مكان، لأنه ده هو مكاننا الأصل اللي هنرجع إليه، ده مكاننا الأبدي. لازم نجهزه، لازم يكون لنا مكان حلو. ما ربنا هو لا يخلي لنا مكان حلو وهو رايح وأعد لنا مكان حلو. بس مش كلنا هيكون لنا نفس الدرجة في السماء. نجم يمتاز عن نجم في الرفعة. طب عاوزين يكون لنا حلو ننظر نحو السماء ونجهز لنا مكانك، سواء بأعمال الرحمة أو باحتمال الإهانة والتعيير والشتيمة من أجل اسم المسيح. يبقى احنا بننظر للسماء، اتكلمنا في كم نقطة؟ ثلاث نقط. النقطة الأولى بتقول إيه؟ ننظر نحو السماء ونطلب المعونة. والنقطة الثانية بتقول بننظر نحو السماء ونقدم توبة. النقطة الثالثة بتقول ننظر نحو السماء ونجهز مكان هناك. تاني آخر مرة، بننظر نحو السماء
ونطلب المعونة في التجارب والضيقات والشدائد والأمراض، لأنه ما فيش حلول على الأرض. والنقطة الثانية، بننظر نحو السماء ونقدم توبة كما قدم الابن الضال هذه التوبة. والنقطة الثالثة بتقول ننظر نحو السماء ونجهز لنا مكان هناك، سواء بأعمال الرحمة أو باحتبال التجارب. ولا ننسى أن السيد المسيح له كل المجد نظر نحو السماء وصلى وطلب من الله الآب في يوحنا 17، وطلب نظر نحو السماء وطلب ورفع صوته إلى الله الآب في يوحنا 11، ونظر نحو السماء وبارك وأعطى. وهكذا كل نظرة نحو السماء هتغير في حياتنا ولينا بسببها مكان حلو في السماء. ربنا يبارك في حياتكم، لكم بالنعمة ويبعد عنكم كل حاجة وحشة، وإلهنا المجد دائما أبديا أمين. إتيون شوينو مي بشافي أفسي إنو إتروفي أفوهم إنو إرخائي خمبي اسم فت إفتفتت إيس ناف إتيو إن أيك بتفتي إس ناف أقسمو